قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، ما تنسوش ديروا جيم. بونجور لالا. بونجور. الله يخليك كوميسار بن عمر. شكون تيسول فيه؟ نقول له اوفيسي زين بحجامي من الشرطه العلميه. وي مون كوميسار، اوفيسي حجامي من الشرطه العلميه تتسول فيك. واخا انا نسيت. سيدي لالا فوت لو كولواغ ادغوات. ميرسي. Le plus grand syndicaliste de la région, Abdad Kuala, trouvé mort dans le port de Safi. Safi, il m'a dit que le temps. Sid Wakil Malik, il a dit que le salif est le plus grand. Il a dit que le chassis est le plus grand. Il a dit que le chassis est le plus grand. Khabari. Je ne sais pas si c'est le chassis est le plus grand. Mon commissaire, l'officier est jamais le chassis est le plus grand. Je vais dire. Mon commissaire. قول سيدي دخل راه ضرب 350 كيلومتر وجيب معاك اتاي. لا شكرا ما كنشربش اتاي.
الأوفيسي حجامي كوميسار بن عمر. ما كوميسار؟ قدم لك السي بن نيس نائب وكيل الملك، والأستاذ الجمالي محامي ممثل سفرطاس. ممثل سفرطاس؟ اه سفرطاس هو واحد من لي زاندستري الكبار ديالنا في البلاد، عنده لوزينات ديال التاج وديال الحوت، وبطبيعة الحال مدينة بحال هذه اللي كتعيش بالحوت ما يمكنش تتخلى على التلج. وشنو هي العلاقة مع المود ديال سينافالي؟ العائلة ديال سينافالي تتقول بأن سفرطاس هو المسؤول في المود ديال سينافالي، خاصة مرتو. وعلاش عائلته كتقول بحال هكذا؟ السنافالي كان ديما تيتهم سفرطاس باستغلال لا قانوني للعمال عنده، كتعرفوا داك الغنايات اللي تيردوا عنا النقابيين تيبقاو يلحنوا فيها وتيقولوا بان ارباب العمل تيبروفيتيو باش يزيدوا يتغناوا على حساب الطبقه الشغيله. والسنافالي كان نقابي كبير في المرسى هنا في مدينه اسفي، وكل شيء كان كيحترمه، حتى سفرطاس كان كيحترمه بزاف. على ما فهمت استاذ جمالي الموكل ديالك ما عنده حتى شي علاقه مع المود السنافالي. ما عنده حتى شي علاقه مع الجريمه، هو كان في داره مع وليداته وهما مستعدين يدليو بالشهاده ديالهم في الوقت اللي يناسبكم. ولكن سفرطاس كان عنده دافع وسبب باش يقتل سنافالي. ابدا ابدا. بشويه بشويه اوفيسي حجامي، المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ما غاديش نعلمك خدمتك كاوفيسي حجامي. معلوم كوميسار، خاصنا حجاج صحاح وهادشي كيبقى على نظريات. سكنتي بعدا؟ مازال كوميسار. صافي حنا غنشدو لك لوطيل. هذا هو الملف ديال القضيه كامل ونبغي نشوفك. وفوقاش ممكن لي نشوف الضحيه؟ وقت ما بغيتي، الجثه ديال سي النفالي راه هي في لامورك في السبيطار. السلام عليكم. اوفيسي حجامي، واش جيتي غير بوحدك؟ نعم، علاش؟ ايوا مسافات الطريق. استاذ جمالي، تيقولوا اليوم في هذه البلاد من احسن محامين هما العيالات وفي البوليس بحال هكذا. ولكن ما تفهمينيش غلط، راه ماشي هادشي اللي بغيت نقصد. ما كاين مشكل استاذ. العفو. مون كوميسار. خير لالا. مساء الخير. الله يخليك، درت واحد لاغزيرفاسيون نون دوزيام بحجامي. سمحي لي نشوف. سيني بحجامي، سيني بحجامي. اياه، عندك الشومبر 324. شكرا. سمحي لي تعمري لي واحد الورقة تاع عفاك. الورقة ديالها ديال البوليس؟ اياه. ما محتاجهاش انا من البوليس. تفضلي. شكرا. سمحي لي لالا عفاك. نعم. تعرفي انا ملي كنت صغيره كان الحلم ديالي نكون بيلوت. بيلوت مزيان، ولكن با كان باغي نولي فراميه، ولكن نعمه الله يرحمه ما بقى فيها لا فراميه ولا بيلوت، باش نخدم انايا في لوطيل. الله يخليك لالا، السيد اللي في الباب ممكن له يدخل لي على الفاليزه البيت. غير تهني، انا غادي نوصل لك باليستك حتى لعندك الشومبر. واخا لالا شكرا. لا لا لا، غير نجات بركة عليك. واخا نجات. Thank you.
مساء الخير لالا. مساء الخير. الله يخليك بيرو ديال الدكتور كامل المعنوني. شكون كيسول فيها لالا؟ اوفيس سيزم حجامي من الشرطه العلميه. خبرتي. الو دكتور معنوني، واحد السيده كتسول فيك من الشرطه العلميه. واخا سيدي، كل واحد الاول على اليسار بيرو التالت. وي ادخل. مساء الخير اسيدي. مساء الخير. وفي سيزين بحجامي. اهلا اهلا، هذه فرصه سعيده اللي تلاقيت معك بها. انا راني متبع جميع القضايا ديالك، وخاصه القضيه ديال السي ضمير. ورا الشرطه العلميه خاصها تكون مفتخره لان عندها واحد الاوفيسي بحالك. شكرا، بارك الله فيك سيدي. صحابي السمعه ديالي سبقاني حتى للدرجه. الله يهديك. قول يا دكتور، فين وصلنا في القضيه ديال النفالي؟ حتى حاجه ما خارجه على هذا. النيماتوم وعديم متبوع بنزيف داخلي سبب ضربه قويه على الراس. الضربه هذه كانت شي حاجه ماضيه بزاف اللي جعلته يموت. خاصنا نديرو امول دو كران باش نعرفو شنو طرا وباش تضرب. انا مازال ما عنديش شي لوتوريزاسيون باش نعمل لوطوبسي جينيرال، ولكن على ما كيظهر لي راه مات قبل ما يتلاح في الماء. ما غادي يكون غير شي سلاك ديال المرسى، هما اللي دارو له هاد الحاله هادي. شي سلاك تسرقوه ضربوه سحب لهم مات ولاحوه في الماء. هادشي اللي كيظهر لينا. سلاك تسرقوه ضربوه سحب لهم مات ولاحوا في الماء. لا 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 سهلة. أنا ما عندي ما نقول لك، أنا هنايا كنفض الأوامر وكنعمل خدمتي، ولكن اللي غادي نقول لك أكثر، السي النفالي كان عنده أعداء بزاف بحكم أنه في النقابة وعنده المشاكل مع أصحاب الوزينات بحال داك فرطاس. وي هذاك الشيء اللي كيقولوا الناس. قول يا دكتور. نعم. درتي زاناليز على الكبده باش نعرفوا فوقاش طرات الجريمه؟ الجريمه وقعت ما بين 11 و 12 ديال الليل، وملي نديروا لوطوبسي جينيرال غادي يبان لنا كلشي. واخا ميرسي دكتور. قول يا دكتور. نعم. ممكن لي ندير معاك لوطوبسي؟ انا عمري ما عرفت على ان الشرطه العلميه كتعمل لوطوبسي. الشرطه العلميه كدير بزاف ديال الحوايج دكتور. مرحبا، اهلا وسهلا. شكرا. العفو.
انا دابا في مكان الجريمه مون كوميسار. الميدسان جيست صاب انيماتوم و انودام سويفي دون ايموراجي انترن. وي مون كوميسار على ما كيقول شي سلاكت ضربوه باش يخونوا له فلوسه. ما نقدرش نقول لكم كوميسار مازال ما عرفتش، ولكن ما يمكنش مون كوميسار حيت باش شي واحد يجي يضربو ويخونو الفلوسو. لا لا ساهل. وي وي داكور مون كوميسار. اوفيسي حجامي. استاذ جمالي تبارك الله عليك، كتدير الخدمه ديالك بكري. هذاك الشيء علاش انا هنا. قولي يا استاذ جمالي، كنتي كتعرف سينا فالي مزيان؟ كلشي كيعرف سينا فالي، ما كاينش شي واحد اللي ما تيعرفوش، غير هو انا ما كنتش متفق معاه على ذوك الاساليب النقابيه ديالو. كيفاش كانوا هاد الاساليب النقابيه؟ ما كانش كيتفاهم، ما تيعرفش شنو هما الحلول التوافقيه. كانت عنده واما كحل واما بيض. ممتاز سي جمالي، دبلوماسي كدير خاطر الناس ولا؟ الانسان اللي تيكون نقابي كبير كيدافع على المصالح ديال 2000 ديال الخدامه خصو يكون يتفاهم، خصو يكون دبلوماسي، يقلب على الحلول ماشي يقلب على المشاكل. عنزيز وصفر طاس كان كيتفاهم مع الخدامه ولا بحالو بحال سينا فالي؟ وصفر طاس عنده مسؤوليه كبيره، راه 500 ديال الخدامه وخصو استمراريه، ولكن اللي تهمو بالدرجه الاولى هي تطور هذه المدينه. خليت في شي بلاصه بانك انت من النواحي ديال عين اللوح وما عندكمش الحوت. يلا شريت واحد جوج حوتات زوينين بوشوك وامون، لا كاليتي هادشي هذا. المره ديالي غتكون فرحانه بزاف الا جيتي تعشاي عندنا في الكبير. شكرا استاذ، باين هاد الحوت زوين ولكن عندي الخدمه ما نقدرش نمشي. على خاطرك وقت ما بغيتي الدار دارك والخير موجود. مرحبا بك. الله يعاونك. سلام. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. هادشي خصو سوايع باش يتخيط. هادشي خصو سنين. بينا شحال هادي انت في المهنه، كاين شي اللي يعاونك؟ دو هادو واش بغيتي؟ عرفتك انت يا البوليسيه اللي جايه من الرباط، تسولي على شي حاجه؟ سمح لي يا بغيت غير ما عرفتيش شنو جرى؟ واختي هذاك الشيء راه الناس ديال المدينه كلشي في خبارهم شنو جرى. داك السيد قتلوه لقاو ميت بحال شي حوده فوق الماء. ماشي شي سلاكت اللي تكرفتوا عليه؟ ما يقدروش سلاكت ما يديروا لي شي حاجه. هنايا كلشي الناس يعرفوه مزيان وتتعاملوا معاه مزيان لانه كان مناضل.
كانت تضرب على حقوق البحريه وكانوا تبقاو فيه الناس تبغي الشوماج تبغي ديما الشباب يخدمهم ديما طموح. اخا شكرا اخي. شكرا على واجبك. وفيزي حجامي فوقكم نساق هاد الناس كنسميوها بيرو عرب ناس قديمة فاسبي عاد قطعت معاك الكوميسير بن دحمان انت عاود لي على الطريقة ديالك مزيانة ولكن ماشي بحال ديالنا ولكن كيتكاملوا حاجة طبيعية فوقكم نساق كنا في خدمة الشعب القضية غادي كتولي مهمة سي فرطاس كيتسنانا اجي معاك سي فرطاس كوميسير بن عمر واحد السيدة بغاو يشوفوك كوميسير بن عمر شنو بغا عندك قول لهم بدا يدخلوا سي فرطاس اهلا بكم سي بن عمر كنشوف طليتي في الدار مزيان ايوا شويه كنحاولوا اوفيسي حجامي الشرطه العلميه سي فرطاس الشرطه العلميه ياك لاباس بغيت نطرح لك شي اسئله على سي نفالي نفالي ياك ما سمعت عاوتاني الاشاعات اللي في الزنقه كتقول بانني قتلته لا مشيت على هذا الحد لا اوفيسي حجامي بغيت غير تسولك بعض الاسئله بسيطه وجاوبها وصافي كنصاوب واحد البروفيل على سي نفالي وبغيت نعرف شنو بروفيل زعما معلومات شنو حاجه المعلومات شكون كان سي نفالي شكون صحابو مع من كان كيخرج شنو مطلوب مني انا بالضبط لان الناس كلها كانوا كيعرفوا بانني ما كانش عندي التصحبه مع داك السيد هذاك الشيء كنتي حاقد عليه حاقد عليه بالعكس هو اللي كان كيموت بالغيره من جهتي وعلاش كان يغري منك على داك الشيء اللي عندي وعلى فلوسي الفلوس ديما كتهضر على الفلوس ياك ماشي مشروع عاوتاني جديد ولا شي باركو غتشريه ولا شي وزين كوم سي بن عمر سيدة هي اوفيسي حجامي شرطة علمية الشرطة العلمية ما كنتش كيحسب لي بلي الشرطة العلمية كتخدم غزالات بحالك الشرطة العلمية كتخدم العيالات اللي كيستحقوا عندك صح ودابا جا الوقت باش العيالات حتى هما هي يبرهنوا الرجال باللي كيخدموا بحالهم يمكن لي نعرف اش كديروا هنا لا غير شي معلومات على سي نفالي سي نفالي انا غادي نخرج غادي نمشي عند عزيزه سواري اونتر فام شنو كيبان لك بالله اشنو مشى الحال ما تخافش الشافور على القدر غادي يمشي معايا وغادي يوصلني ويبقى معايا حتى يجيبني عطيتي الدواء واش غادي ما غتسولني هذا السؤال هو باش تاكد انا شوف الله يرحمك ما بقاش تصدع عليا راسي انا ما غاديش نبقى مقابله غير هو سيجيب لي فرمليه اوفيسي حجامي واش خبارك مدينه اسفي كانت مدينه غزاله الناس ديالها كانوا لاباس عليهم والصياده كانوا بقيمتهم الناس كانوا كيخرجوا للزنقه ضحكين لاعبين ناشطين
ودابا تنسات تم الحوت هرب عليها. سي نفالي راجل معقول، خاصكم تلقاو اللي قتلو، راكم غديرو خير في المدينة. بونسواري. اسمح لي مراتي راه باقا صغيرة وكتقنط، كتقنط هنا ما كاين لا سينما لا مسرح لا والو، فهموني. فاهمينك فاهمينك سي فرطاس، اسمح لينا عندي رونجمون. سي فرطاس مو كوميسير، كيبان ليا بلي مدام فرطاس حقد على راجلها. اه عطيك واحد لابيغشي على مسيو فرطاس. مسيو فرطاس ماتلو المرا الاولى و يتزوج بسعيده، سعيده كانت عندها 18 عام، وطبيعة الحال بنت ديال 18 عام مع راجل كبير ما نعاودلكش. ودوك الدوايات اللي هضرات عليهم مدام فرطاس لمن؟ ملي مات مدام فرطاس الاولى خلات له ولدو الوحيد محسن، كاين هذا الوليد مرض بواحد الباريزي سيريبرال، ما خلى به سي فرطاس حتى شي كلينيك في هذه البلاد والو. هي سي نفالي ما كانش المشكل الواحد ديال سي فرطاس، شي حاجه اخرى؟ ميرسي مون كوميسار. الله يعاونك. مدام فرطاس نلقاو شكون اللي قتل سي نفالي، راكم غديرو خير في المدينة. حميد كاين شي جديد على السي جمالي؟ ها واخا ما تقطعش ما تقطعش حميد الله يخليك. شكون حميد؟ انا عيط لكم دابا واحد شويه. واخا شكرا. دخل سي حجامي، اسمح لي غادي نديرونجيك. دخلي دخلي سيدي. هاني شت لك شويه الكعك ديال المنطقة، غادي يعجبك بزاف. ما كاش خصك تكلفي راسك. وحشومه جيت سال عندنا ما تذوقيش شي حاجه. شكرا. قولي انا جات كيجي بزاف هنايا؟ لا غير مرة مرة ملي كتكون شي حاجة رسمية. ولكن المحامي ديالو السي جمالي كان كيجي بزاف هنايا هو وشي صحابو، كانوا كياخدو الطبلة لحدا لابيسين وكيهضرو بالسوايع. على شنو كيهضرو؟ ما عرفتش. وفيسي حجامي يمكن لي نطلبك واحد الطليبة. ايه؟ يمكن لي نخدم معاك. واش حماقيتي؟ هادشي راه خدمة ديال البوليس. شوفي راه ما غادي نقولها لحتى شي واحد، وكنعرف كاع الناس ديال المنطقة وكنعرف كاع داكشي اللي كيطرى هنايا. اوفيسي حجامي دني
الدنيا صغيره. كنت كنقول مع راساتي ناقصنا شي واحد هنا. نفسي حجان قولي ليا اش من جديد عندك في لافير ديال النفالي؟ لافير نفالي؟ النقابيلي لقاو المقتول البارح في البور في الصباح. مازال ما عرفناش داكشي علاش جاي. القضيه ديال السي النفالي تتهم الراي العام. اجي في نظرك انت واش تصفيات حسابات ولا صراع على السلطه ولا قضيه سياسيه؟ لقاش انا هادشي ديال الشماكريه تعرضوا للسيد معروف في المدينه في البور وضربوه وقتلوه هادشي راه مابغاش يدخل ليا الراس انا. مازال ما عرفتش عاد بيت لونكيت. فراسك بلي هاد السي النفالي اتصل بالجريده باغي يهضر مع الريداكتور مشاريع. دابا السيد مات حنا ما غنعرفو والو. كريم عندك شي حاجه ما تقول لي في هاد لافيغ؟ فاش تبغي حتى انت تفرقي المعلومات اللي عندك انا موجود. شنو درتي باش تستاهل هادشي؟ حتى انا كيوخا لي بحال هكدا كنتكلم مع الموتى بحال الا راهم فشي عالم ديال الراحة. يوم 20 ماي 2007 9 ديال الصباح بحضور الدكتور ليجيست كمال منوني غناخذ المسؤوليه ديال لوطوبسي ديال السي نفالي دوسي 320. نبداو دكتور. شنو لقيتي؟ دابا نعرفو الخبر من دابا 24 ساعة من لابوغاتوغ ديال الشرطة العلمية. فاش حجامي ياك ما تلفتي عليا؟ لا لا نعتي ليا مزيان. القضيه ديال لوطوبسي فين وصلتوا فيها؟ مازال ما عرفنا حتى شي حاجه. يلاه صبنا واحد ليكيد في الجهه ديال الكبده و غتكون عندنا واحد النتيجه من دابا واحد شويه. تري بيان تفضل. يلاه سيدي. سي حجامي من الشرطة العلمية. بارك في راسك أسيدي. نمشي معاك بس لله. أمين بوطالب. مشرفين. هذا هو النائب ديال سي النفالي. أش حب الخاطر كوميسار؟ يمكننا نهضروا مع مدام النفالي. يا سيدي. تفضلوا هي جاية. مدام نفالي عندها علم تسكل. سي بوطالب صديق ديال العائلة، هادي 15 عام هو مرافق مع سي النفالي. حتى الناس كلها هما كيقولوا بلي هو اللي غادي يخلفوا في النقابة. سي الكوميسار لالا بغيتو تشوفوني؟ نعم لالا البركة في راسك. نمشي معاك بس. اسمح لنا سي بوطالب. واخا سيد الكوميسار.
تشربوا شي حاجه؟ لا لا شكرا، اسمح لينا على هذه المجيه ولكن حتى حاجه. لا لا ما تعودني في راجلي، سولوني كيف ما بغيتوا انا نجاوبكم. شكرا. كندير واحد البروفيل على سي نفالي وبغيت نعرف شكون صحابو، مع من كان كيخرج، فين كان كيمشي، مع من كان خدام. راجلي لالا كان معقول وكان مضيع حياته على النقابه والعمال، وكان كيبغيني بزاف وما عنده حتى شي اعداء غير هذاك السي فرطاس اللي كيمصدم ديال الناس، وهذاك الشلهبي ديال المحامي جمالي. وسي بوطالب كان خدام معاه؟ ايه وكان داير فيه الثقه. من فوقاش هما كيتعرفوا؟ من هادي سنين هو اللي معلمو الحرفه وكان كيعتمد عليه في كل شيء. واش المهميه كانت عنده في السنديكا؟ لا 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 ما عندي خبر، وزيدون ما عندي علاقه بالسياسه. كل ما كنعرف هو السي بوطالب كان الدرع اليمنى ديال راجلي. ولكن علاش هاد الاسئله كلها على السي بوطالب؟ خاصني نعرف الناس اللي كانوا كيعرفوا السي نفالي باش نتبع لونكات ديالي. وانت يا مرتو يمكن لك تقولي لنا بزاف ديال الحوايج. سمحي لي. لا لا نعيت، وزيدون راه عندي العزايه في الدار. سمحي لنا مدام نفالي، سير ترتاحي دابا مع راسك. الله يخليك. على اخر سؤال، وفسي حجامي، واش عرفتي علاش سي نفالي عيط لاكبر جريده في هاد البلاد؟ لا لا ما في خباريش. اللي كنعرف هو ان راجلي كان رئيس ديال اهم نقابه في البلاد. وانت السي بوطالب؟ حتى انا لا ما في خباريش. كون المرحوم كان باغي يقول شي حاجه للصحف كانت غتكون في خباري انا الاول. سي حجامي اخر مره تخبي عليا شي حاجه. بغيت سير انا شوفي. الله يخليك، شرطه علميه ولا غيرها ما كيهمنيش، انا الكوميسير ديال هذه القضيه واي حاجه خصها تدوز من عندي. اسمح لي يا كوميسير، هاد لافورماسيون جاتني مع كريم بن عبو الصحفي، تلاقيت معاه في لوطيرات الصباح. السي جمالي والسي فرطاس عندهم لي زاليبي صحاح، القضيه بدات كتعقد. شكون يقدر يقتل الراجل معروف بحسين فالي؟ دي فويو، ناس ما كيعرفوش. شكون اللي يعرف؟ يمكن النظريه ديالك هي اللي مزيانه. المهم وفسيح الجامي الله يخليك، اي معلومه نبغي نعرفها. الا بغيتيني راه عرفتيني فين كاين. بيان سور مو كوميسير. شي حجامي عطونا رخصة باش نمشيو. Thank you.
سي نفالي كان عنده مشاكل داخليه في النقابه والكوميسار. هذا البراء كتبين بلي كان عنده مشاكل في وسط النقابه. نحن اعضاء النقابه الوطنيه الصيادين نطلب من سيادتكم المحترمه ان ترغموا السيد نفالي، كانوا باغيين يستقل من الخدمه ديالو كوميسار. شكون يسالني؟ قانوني. كيفاش باغيين يستقل؟ ممكن كيحترموه وكيقدروه، ولكن هاد البركه تبين لنا حاجه اخرى كوميسار. كان صراع داخلي ويقدر يكون هو السبب ديال الجريمه. هادي سحب لي هاد النفالي هو باترول كبير. دابا اش غنديروا في هاد البرا؟ الشرطة العلمية اللي غتعطينا المعلومات عليها. كتعرفي الطريق ديال لوطيل ولا وصلت؟ لا لا صافا ما كنتش بس غادي نمشي نتعرف على الناس اللي كان كيدافع عليهم سي نفالي. بون كوراج. ميرسي بوكو. نفالي ما عندنا في الديمة في هاد المدينة، لا انت ولا هو، فهمتي؟ خويا دابا كيتنافس علينا. Thank you.
شوف بلا ما تبقى كتسطع عليا غادي تقول لي شكون هو هذاك خينا اللي صيفطك ولاد حرام عليا يا جميل ما كنعرف وتسطع عليا تقول لي ولادك حرام عليك ولا ما حرام عليكش شوف غادي تقول لي شكون هو هذاك اللي كان معاك انا ما كندريش يا شات انا غير ولد باب الله اطرف لكم صعيب يا شات نار ومطر والخيط في الدروب والزناقي كيف ما دار الدور معاك كيف ما جات تمشي مع الطلعه ديالي والنازله ديالي خصني ندبر على الصفه زادت النفوس يا شات المروج جوج دراهم وهاد ديك التسطيات وهاديك التسطيات ديال شي واحد اخر ما تقولهاش لي انايا واش جبر بك تسطاج عليا وشوف راه غادي تقول لي شكون هو هذاك خينا اللي كان معاك شكون هذاك خينا اللي صيفطك وانا شتو برا وحده هذاك اللي هرب جا عند البو مكل لي 300 درهم وباقي لي فورتينا خبر وقال لك شي عنده شي مشكل مع شي مخيره ديالو شي عشيرته طب عليها رزقه كله في الاخر ما لاش كيف تيمخو يسوسو عطاك 300 درهم وقال لك سير خلعها صافي صافي إيه شكون هو هاد خينا وشكون هو شكون هو ما كنعرفوش يا شباب والله ما كنعرفوش قبل ما كنعرفوش ما كنعرفوش الو احتراماتي سيدي البريفي شويه انا عندك احتراماتي شوف غادي نعطيك 5 دقائق غادي نرجع تقرب كل شيء هذاك خينا وداك الشيء اللي كتعرف صافي شفت قبيله وخليني من تسطيا صافي جبت من جيوبي كنت تلعب في المسرح ولا في السينما ولا اش مضيع وقتك في الزناقي بحال اللي كتقولنا وكتسطى علينا شوف انا الوحيده اللي ممكن نساعدك الا بغيتي تخرج مني هنا باش تشوف ولادك قول لي شي حاجه واش حاجه ما كاينش اللي كان راه قلتو الشاب هذا هو الواقع اي بطل واش نزيد من راسي راه زيد براس الحمق انا ولد باب الله انا كنا بك انا راسي كنمشي نموفي في البارون تكون قطعو كوكو فين ما كيما دارت كنور معاه اش نموت انا شكون هذاك اللي عطاك 300 درهم اول مره كنشوف ما كنعرفوش لا شكون عطاك 300 درهم ولا هرب جاوبني اللي هرب شكون اللي هرب كي داير سيفتو عمرني ما شفتو عمرني ما شفتو ما شفتيهش عطاك 300 درهم كي داير باش عطاك 300 درهم جا عندي شكون كي داير واحد انا واقف ندبر على راسي جا عندي جدي 300 درهم باقي يدير الفور ديال الزقله اوو جميل فاش نتبع الخيل ما عرف والو من كوبسا وفيزي حجامي سمعت بلي شي واحد تعدى عليك في البوليك لاباس بعدا غير شي واحد باغي يخلع البوليس وصافي شكون اللي غادي يقدر يخلع البوليس كلشي تيقول بلي السفرطاس هو المتهم رقم واحد في الموتى ديال سي النفالي ما يكونش زعما هو اللي باغي يخلع البوليس ها كريم ما يمكنش الواحد يكون المتهم الاول حيت كلشي كيقولها ولكن نتوما الصحافه خاصكم غير شي اشاعه باش تكسبوا داك المقال ديالكم وتبيعوه ماشي كلشي قول لي يا كريم سي نفالي علاش كان باغي يشوف الريداكتور الشاف ديالكم ما عندي حتى شي خبر ولكن يمكن لي نجيب لك التقرير اون ديتاي قول لي شكون اللي تعدى عليك في البور وعطيني شي حاجه تفصيليه على صفر طاس كريم راك عارف ما كنبغيش الشونطاج في
اخبارك باللي السي النفالي كانت يدفع باش تعاود انتخابات داخليه جديده. صحاب لي الخدامه هما اللي كانوا باغيين يشريو عليه. كتعقد هاد القضيه. هما غير جاو وصيفطوهم ما بين احسن لي زوفيسي اللي عندهم في الشرطه العلميه. الو حميد، انا محتاجه لك في اسفي، غتكون هنا في الليل. ميرسي حميد. ما تقولي ليش بلي لوفيسي حجامي محتاجه لشي واحد اللي يعاون. وفيسي حميد اكبر غافولوغ عندنا في الشرطه العلميه. سي نفالي، ما كانوش عندك غير صحاب السانديكا، انت اللي كنتي باغي تمشي فحالك ولا كانوا باغيين يشيلوا عليك؟ شكون؟ واحد دقيقة الله يخليك. دخل. أنا جات. سمحي لي اوفيسي حجامي، قالوا لك دو لك شي وحدين في... لا لا شي صلاقت كانوا في المرسى. وكيفاش وقع عليك؟ هذاك شتو؟ شكون؟ على شنو كتهضري؟ على هذاك. كتهضري على السي نفالي السانديكاليست اللي مات؟ لا لا، هذا القصيور اللي حداه السي بوطالب لاسيستون ديالو. وقيلا شفتيها في الجرايد. لا لا، ما كنقراش الجورنال. هذا شفتو هنا مع واحد صحيح ولابس مسيان. شنو كانوا كيديروا؟ كيجلسوا في الصالون اللي حدا لابيسين وكيهضروا بشويه باش بلا ما يسمعهم شي واحد. فوقاش هادشي؟ شي شهرين هادي. كذب لي سي بوطالب. هو سي بوطالب؟ هو سي فرطاس. سي نفالي تهمك كتستغل الخدمة ديالك. موتي في رقم واحد، ناقدك قدام كلشي. موتي في رقم جوج، في 1998 وقف مع البحارة اللي جريتي عليها، والقضية طلعت عليك بخمسة مليون ديال الدرهم. موتي في رقم ثلاثة، وهاد الشي كيجعل منك المتهم الأول. سي جمال محامي معروف وكتعرف كاع الناس إلى المدينة، الطموح السياسي ديالك باينة. اللي كان كيديرها سي نفالي تيقدو، وكان العدو رقم واحد الكليان ديالك. كلكم كانتكم سبب باش قتلو سي نفالي. بونجور حميد. زين، مالك في يديك؟ واحد صلاة قلت لقاو ليا في المرسى، واحد فيهم راه في الحبس. عندي لك شي حاجة. سي نفالي كان عنده شي سر. كان مريض بالسكر. على قيد خط خصهم يكتبوا لنا شي حاجه. غنبداو بسي بوطالب. كيفاش كانت في الخدمة؟ راجل معقول وضبط الملفات ديالو. كيفاش كان معاك انت؟ معايا انا؟ انا رائد دولي من لا لا، اش بغيتو نكون انا؟ ما فهمتيش،
كان هضر على الطباع ديالو كيفاش كان، واش كان كيتعصب ولا هو كان قاصح؟ وانما النشان الملاحظات ديالو في محلها، ولا شاف الغلط ما كيسكتش. حاجة عنده حبب لي النضال والتضحية مزيان، علمني باللي في هاد الحياة كاينة قناعات ولازم نضحيو من أجلها. كان كيحميك؟ أنا لا، أنا راه ماشي نكار الخير، هو اللي وصلني لهاد البلاصة. سينا خالي كان هو بيفو ديال السنديكا، دابا كيفاش غادي ديرو؟ وفي الحقيقة غادي ندمو عليه، وإنما الدوام لله، غير واحد المسألة راه كاين اللي ياخذ بلاصتو. من بلاصتي بحالك انت سي بوطالب؟ انا حاشا لالا، حاشا لالا تناخذ بلاصه داك السيد. كيقولوا على السنديكا اللي راه في مرحله صعيبه، وصعيب اللي غادي يبرا بلاصه. وكتظنوا هادشي نتوما؟ المرحوم اللي بغيت نقول لكم عليه في الاخر ديال حياته بدا كيعيا، يعني بدا كيتنازل بزاف، مره معطل مره بغيب، ما تقدر ما تشوفوش كاع، ولا كيخضع للتنازلات، ما بقاش قوي كما كان في الاول، ومساله ماشي من عادتو. علاش كان عنده المشاكل في دارو ولا كان كيشرب الدواء؟ كان مريض؟ ما نعرف، غير هو في الاخر ما بقى كيثق في حد، وحتى فيا انا. سي نفالي ما كانش حاس براسو مهدد؟ اسيدي يهدوه ولا ما يهدوش انا ما في خباريش، اللي عرفتو انا قلتو لكم. سي بوطالب. نعم لالا. يمكن لك تكتب لي شي جمله؟ جمله بحال اش لالا؟ كتب لينا الناس اللي معاك في البيرو ديال السنديكا. كلشي كان باغي في هاد السي نفال، ولكن شنو هدنا عليه؟ أنا متأكد، متأكد شي حاجة ناقصة في هاد الدوسي. كاين بزاف ديال الموتيف هنايا، في غيرة وطموح سياسية، ولكن أجي، ولكن السي نفال عنده شي سر. كلشي عنده الأسرار. اش كدير حميد؟ حميد إلا كان سي نفالي مازال عنده شي سر الله يكون باقي لتحت. فين وصلت يا حميد؟ بالنسبة لهذاك الخط اللي عندنا راه ماشي ديال بوطالب، ديال واحد السنديكاليست واحد اخر، سي حجي.
ما كنتش غيكون داخل معاهم في المعمعة، ولكن ولا بدات تكون في خبره شي حاجه. حجي كوميسير بن عمر في خبره كلشي. التليفون؟ التليفون مازال تنقلب، ما تخافش غنطلع لك كاع النومر اللي فيه. اوفيسي الحجامي انت هنا؟ نعم دكتور. انا تلاقيت بالكوليك ديالك لا عمر هضر سي حميد، وعين ما يدير معنا شي غدا ولا عشا في الدار مع الوليدات، والله ما بغى فين ما نهضر معاه يقول لك انا ما مساني شي. عزيز عليه خدمته. تلاقيت بالطبيب ديال السي النفالي. ايوا السي النفالي بغى المرض ديالو يبقى مخبي ما يعرفو حتى شي واحد، حتى يخلص كاش تيمشي شي الا ميتويان. ولكن التوا ديال السي النفالي راه غالي بزاف، ملي كان كيجيب فلوس؟ الا عرفنا منين جاو هذوك الفلوس نقدروا نعرفوا شكون اللي كان كيخلص الدواء ديال السي النفالي. كيكون شي واحد مرفع وسخي واللي كان داير فيه الثقه وكان عارف المرض ديالو. مساء الخير يا لالا. سي فرطاس. وفي ساح الجميع كاين شي ما نقضيو؟ ما تعرف السي فرطاس واش كنت عارف بلي نفالي كان مريض؟ الدواء اللي كان كياخد كان غالي بزاف. ما في خباريش. وزيدون ما كان عطيش الصدقة أنا الناس اللي كيسبوني وكيعايروني بالإقطاعي والفيوضالي. كيبان لي بلي تا واحد ما كان عارف بلي نفالي كان مريض. ولكن قول لي السي فرطاس، علاش نفالي كان كيدرونجيك حتى للدرجة؟ نفالي 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 نفالي، واش عرفتيني بان بديت من والو والو؟ كدوز ايام ما كنلقى ما ناكل، حتى باط سردين ما كنلقاش. خدمت وخدمت 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 حتى وقفت على جليا، حتى وليت كنبيع السردين ديالي في كل مناطق المغربيه، ولاو كيسموني ملك السردين. حتى الوقت اللي ولاو عندي مشاكل في الوزين وخرج واحد المجموعه ديال الخدامه. هذاك النهار فاش لقيتي مع نفالي؟ نفالي كيسحب راسو هو الوحيد اللي كيدافع على حقوق الاموال. حتى جا النهار اللي فهم على ان الرشوه مرض خطير كيصيب كل انسان. وفي النقابه ديالو بانوا شي ناس خامجين كانوا كيحاولوا باش يقلبوا له رجليه. بحال سي بو طالب. هذاك الديب، هذاك الديب بغى يلعب به. يلعب به؟ كان كيتسنى غير لوكازيون باش يتقلب عليه. وزيدون انا من نهار مات المراه ديالي ما بقيتش كندخل راسي في صداع. كتهضر على المراه ديالك الاولى اللي ولدتي معاها؟ مراتي الاولى اللي كانت كتبغيني. ما سعيده، سعيده ظريفه وصغيره وما كتبغينيش، وكنت من النهار الاول كنعرف بلي ما كتبغينيش. ولكن السي فرطاس عمرك ما هضرتي على ولدك. ولدي ولدي هو الوحيد اللي بقى عندي في الدنيا وهو محتاج ليا بزاف. واخا سي فرطاس اسمح لي على الديرونج. انا معك حبيبي ما تخافش وليدي، ما عمرش واحد غادي يدي لك باك. ديك المسخوطه خرجت كاع ما غسلت لك.
وي زين. وي حميد. سمتي شي حاجه؟ لا انا مازال خدام فيه. يلا عني شلاد ماري. لا ابو طالب ولا سي فرطاس ما عارفين بلي نفالي كان مريض. وماشي السانديك اللي خلص الفاكتوره ديال الدويات. وشكون اللي كان تيخلص لي فاكتور ديال الدواء ديال نفالي؟ مازال ما عرفت. غنمشي نشوف دابا مدام نفالي. ايوا نقول لك. الا كان عندك شي جد تقولها لي واخا عيط لي. لا بينشي. يلا. ميرسي حميد. اوفيس يا حجامي ساعة سعيدة. استاذ جمالي راك ترتو بهاد المضايقات الموكلي كتعرف بان هذا نوع من استغلال النفوذ اللي نقدر نتابعك عليه قضائيا. خاصك تعرف استاذ جمالي الخدمة ديالي كنتلاقى بزاف الناس بحالك الناس اللي كيقدروا يديروا اي حاجة باش يوصلوا داكشي اللي بغاو. قاصحة اوفيس يا حجامي ممكن لك تخبى مورا داك ستاتيو ديال المحامي والكلام الحلو والزوين ديال القانون ديالك ولكن خاصك تعرف استاذ جمالي شحال غادي نفرح الا لقيت عندك شي علاقه مع هذه الجريمه وهذيك هي الفرصه اللي غندخلك للحبس. كتعرفي بانه نقدر نعيط لجوج نويبرات وغدا ولا بعد غدا يتلقى راسك لابسه كسوا وكاسكيطه وتدبري على 20 درهم مع مولي الكاميوات. ممكن لك تحطني في الزقه فوق ما بغيتي ويدك طويله في البلاد ولكن تطلب حاجه وحده حسن عوان مرتك استاذ. هو ما كان غير هاد السر يتعرف وما عمرك ما علمتي سنديك على المرض ديالو؟ لا ما كانش باغي كان عايش حياته كلها على قبل النقابه وداكشي علاش كنت ديما كنتخاصم معاه. شكون اللي كان كيخلص دويات ديال راجلك؟ ما نعرف. ما عرفتيش ولا ما بغيتيش تقولي ليا؟ اللي كنت كنعرف هو انه كان جامع شي فلوس وبيهم باش كان كيشري الدواء. اسمحي لي مدام نفالي على واحد السؤال ولكن علاش عمرك ما ولدتي؟ اش هاد السؤال؟ اش هاد قلة الاحترام؟ راجلي الله مات وانت كتسوليني بحال هاد الاسئلة. ما تاخذيهاش مني من قلة الصواب. اسمحي لي ما بقيتش بغيت نتكلم معاك. تقدري تمشي. مساء الخير. تفضلي. شكرا. اوفيسي حجاني. نعم. في اخبارك راه تيبقى وحدنا الفيشات ديال الناس اللي يسكنوا هنايا في الاوطيل. ها ايوا. وسيمانه قبل ما يموت السي النفالي راه دوز لي لعندنا هنا. كنظن بقى ماشي مهمه هاد القضيه. لا لا كملي. وراه في نفس السيمانه مدام فرطاس سكنت عندنا هنايا كلشي كان تيقول بلي راها مخاصمه مع راجلها ولكن راه كيبان لي بلي هادشي كامل غير صدفه. عندك الحق صدفه. اوفيسي زينب كريم سمعت بلي حيدتي سي فرطاس من القضيه ديالك. شكون اللي قالها لك؟ وهاديك خدمتي قالها لي المحامي ديالو السي جمالي قال لي بلي دابا شاده شي بيست اخرى ديال السنديكا ما السنديكا. انا ما حيدت شي بيست وحتى داك جمالي راه عنده معلق في الطابلو. وي حميد. اها واخا انا جايه. مو كوميسار اوفيسي حجامي. اوفيسي حميد نقدم لكم السي حجي كان خدام مع السي النفالي ومعاه في النقابه وجا على قبل هذيك البرا اللي قلتو. قول لي يا سي حجي هاد البرا هادي انت اللي كتبتيها؟ هاد البرا راه كتبنا حنا كاملين باش عفري ديالنا حنا. حنا
شكون هنا؟ شكون غيكونوا؟ انا وخمسة الرفاق اللي معايا في المكتب. ولكن علاش صيفطتوا لي انونيم؟ باش تعرف ديالنا احنا مجموعين. بان لي باللي عارف مزيان. قول لي يا سي حجي، فين كنتي في الصباح؟ في الصباح؟ في دار. علاش هاد السؤال هذا؟ يمكن لي نشوف يدك. مالك؟ شنو طرا لك؟ واحد طيحه في الدروج. طيحه في الدروج؟ باقي تبعك تضرك ياك؟ وفي سي حجامي؟ شنو واقع؟ كان عندك السهر. اش كتخرف؟ اش كتعاود يعني؟ لحد الساعه ما بقيت فهمت والو. واش كاين شي حاجه ضدي انا؟ بلاتي يا سي حجي بلاتي. وفي سي حجامي شرح لي بالضبط شنو واقع؟ هو اللي قال لي ثاني كوميسار. فاش؟ هذا هو السيد اللي كان مع الاخر من كوميسار في المرسى. ولا كانت مدام فرطات والسنافه اللي كانت عندهم علاقه؟ كيفاش؟ عرفتي نجات لا ريسبسيونيست ديال الاوتيل، كان البنت ظريفه ولكن فضوليه شويه. صاحبتك؟ ها قالت لي بلي السنافه اللي كان نازل في الاوتيل نفس الوقت اللي كانت نازله فيه مدام فرطات. قالت لي صدفه ولكن شكون اللي عرف؟ ما تقولش لي هذوك الجوج كانت بيناتهم شي علاقه؟ ما نظنش، مدينة صغيرة بحال هادي كلشي كيتعرف، ما نظنش يديرو شي غلط ساهل بحال هادا. وي حميد قولي اخبار كتفرح. سعيد فراوي اسف سعيد فراوي، ولكن هاد لي زينيسال بحال جا. برافو عليك حميد، ما ديما نسالك. مساء الخير يا ليلى فرطاس. منظر زوين هذا. مدام فرطاس جابتني للمدينة وانا عندي 12 عام، كانت كتعاملني بحال بنتها. من متى تخديت بلاصتها؟ فرطاس هو الرجل الوحيد اللي عرفت في حياتي. ما كنتش نقدر نمشي ونخليه هو يقول لي مريض. وليت كيلعب دور كبير في حياته، دور الأم المرأة والممرضة. سافرت أصرج لاباس عليه،
هو من الناس المهمين في البلاد، كيربح فلوس بزاف، ولكن في علاقته مع المرأة مازال خصو يتعلم بزاف الحوايج. وي عزيزة، أنا مع محسن. شنو ممكن لك تقولي على باباك ومراته؟ قولي يا مدام فرطاس، سينا فالي كنتي كتعرفيه مزيان، شنو العلاقة اللي كانت عندك معاه؟ ما كانت عندي ما تشي علاقة، الحاجة الوحيدة اللي كنت كنعرف هو كان ديما مخاصم مع راجلي. وي حميد، هي النظرية ديالنا كانت صحيحة، كانت خاصني غير لا كونفيرماسيون. الو بونسوار مون كوميسار، الله يخليك، محتاجة عليك. بغيت ندير غدا واحد اللقاء مع الناس اللي عندهم علاقة مع المتسنة فعلي فلوسي القديمة ديال سي فرطاس ديال السردين. وفي سي حجامي ما بقيتش كنفهمك. غدا غتعرف كل شيء مون كوميسار. بونسوار. هاد لي سونتيفيك كلهم سطين. ها نجات، انت اللي كنتي باغا تولي بوليسية، غدا تمشي معايا باش تعاونيني. شكرا اوفيسي حجاني، شكرا. سي كريم مالك مقلق صاحبي؟ والله الا مبرزت مع هاد الارتيكل ديالي ما لقيتش لا كونكلوزيون. بغيتيني انا نقول لك شي حاجه؟ اوفيسي زينب، دابا بغيتيني نتكلاصا فشي بيرون وليت نكتب على الكره. هما الكره مزيان تكتب على الكره. غدا تمشي معايا واحد لوزين ديال السردين ديال سي فرطاس. وزين السردين؟ علاش وزين ديال السردين بالضبط؟ تما فين بدا المشاكل ما بين سي فرطاس وسي نفالي. كلشي بدا تما، كلشي غادي يسالي تما. سعيدة، واش جيتي ديري لهم؟ ما عرفتش. ومسير بن عمر قال لي جيجي. مسير بن عمر؟ واش هادشي؟ لا جيتي في الطاش واحد. أنا ما فهمتش علاش جايبيننا هنا، جامعيننا بحال بهايم، إلا غديروا شي حاجة ديروها. راني ما مساليش عندي خدمة أسي، ماشي معقول هادشي. كويسة من عمر، وبلا سولتك اش هادشي؟ ومراتي اش كدير هنا؟
وعندك الحق السي فرطاس تكون مشوش، لانك انت الوحيد بين هاد الناس كاملين اللي عنده علاقه مع الموت ديال المرحوم. اييه شكون اللي كيهمو موت المرحوم؟ انت دابا وليتي معلم الاولاد ديال النقابه هنا او لا؟ لا عس على فمك السي فرطاس وعرف اش كتقول. انسى وفيسي حجامين الله يخليك، ما عندناش الوقت لهذا السيرك ديالك. يا اما غتقولي لي علاش بغيتي هاد الناس، يا اما نخليهم يمشيو فحالهم. عندك الحق مكومسير، كنتسناو مدام نفالي ولوفيسي حامد باش نبان. الا لا الا لا اش كندير انا هنا؟ هادشي راه كله كيبان لي صديع الوقت. ماشي معقول، هذا راه حماق هذا. سي جمال المحامي الكبير تكلم. الله يجازيكم بخير، انا ما عرفتش علاش بغات تحضروا هنا السيده نفالي وهي باقي عند العزايا. شحال مزال هاد السي بوطالب؟ مدام نفالي نجات موجودة؟ سي كريم نشكركم بعدا على الحضور، واخا غيبان لكم هذا الشيء بحال اللعب ولكن في الاخر غادي نعرفوا شكون اللي قتل سي نفالي. صبرت معكم بزاف على هاد المزالة، ما نزيدش معكم دقيقة. ما كنضحكش السي جمال، إلا بغيتي تكمل هادشي في الكوميسارية ما كاين مشكل. عرفتوا علاش انتم مجموعين كلكم هنا؟ السي كريم؟ حيت كل واحد فيكم عنده موتيف علاش يقتل السي نفالي. كل واحد فيكم كانت عنده علاقة مع السي نفالي. كان كيبغي السانديكا والمهمة ديالو كان كيعاون الناس الضعفاء، ولكن نسى أنه هو راجل. هذاك الشيء علاش السي بوطالب كان سبب باش تهنى منه. كيفاش؟ سمحي لي يا وفيسي حجامي، ما عندكش الحق تهميني. ما تهمتكش السي بوطالب. واش كتعني بهالكلام ديالك؟ قلت لك غير كان عندك سبب باش تهنى منه. عارف شكون اللي كسب هالبرا؟ الله اعلم. لا لا ماشي السي حجي؟ قلت لك ما عرفتكش علاش باغا تكلمي. الله يجازيك بخير. كنت عارفه السي بوطالب شكون اللي كسب هاد البرا، حيت كنت طامع بلاصتي نفالي. ولكن اللي ما كانش في راسك انسان فادي كان عايق كل شيء. الصديق الوحيد اللي كان يمكن يكون في بلاصتو ولا خائن. سي فرطاس في بلاصتك السي فرطاس ما خصنيش نهضر، ضيعتي فلوس بزاف حيت سي نفالي كان كيقول الخدام ما يديروا الاضرار. انا ما كنتش باغي هذا الفايت، لكن الازمه جعلتني باش ندير هذا البلان الاجتماعي. سي نفالي كان ديما في طريقك، كان كيدافع على الخدامه حيت كانوا كيطلبوا حقوقهم. لا 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 اشهد بالمسألة ثانية، هادشي بزاف. سي جمالي حتى انت كان عندك سبب باش تهنى من سي نفالي. شنو تخربق؟ تهنى من سي نفالي؟ لا لا انا ما عندي حتى شي مصلحة نقتل شي واحد، انا مصلحتي هو يدوموا المحاكمات لان عندي فيهم دخول. سي جمالي من حقك تربح الفلوس ولكن ماشي بهذه الطريقة، ما تنساش انك ما تتحصرمش المهنة ديالك. شنو؟ اش حسابك راسك؟ انت غير صحفي ديال جوج دريال. يمكن نكون صحفي ديال جوج دريال ولكن بلا صحفي بحالي انت غدير ما بغيتي في هاد البلاد. دخلتي في لي ماغوي مع السير فرطاس وكنتي كتهدد الخدامه باش ما يديروش الاضراب بالضوء حيت كان كيتهلا فيك. وفي سي حجامي ما عندكش الحق تهمي شي واحد بلا حجاج. نائب وكيل الملك كيدافع على استاذ جمال، مولف ديما كتكون في الضل. اش هاد الاسلوب هذا؟ انا ديما مع القانون. كنتي عارف كل شيء وما بغيتيش تهضر، شنو رابح من هادشي؟ بركه
واش كتعرفي مع من كتكلمي؟ ويمكن لي دابا نوقفك. كوميسير بن عمر، وقف عليا هاد الروينه هادي دابا. هذا امر امر سي بنيس، كل اللي بغيتي تكون حتى واحد هنا ما فوق القانون، خصك تعرف ليلو في سي حجامي كدير خدمتها، وهاد القضيه مسؤوليتي انا، وانا خصني نعرف شكون اللي قتل النفالي. وفي سي حجامي كملي خدمتك. مدام فرطاس، شنو العلاقه اللي كانت عندك مع سي مفروض؟ ما فهمتش علاش كتهضر. حتى انت كان عندك سبب باش تهضر سي مفروض، ولكن واحد القضيه ما بغاش تفهمني. كنت باغا تخلي موراك الكونفور والحياه الزوينه والفلوس على قبل. كيفاش؟ شنو كتسمع؟ كنتي عارفه سي فرطاس بمرتك كان عندها علاقه حب مع سي نفاد، وكان عندك الوجه باش تبقي عايشه معايا. الغلطه ديالك سمعتي، الغلطه ديالك. عرفتي علاش؟ حيت ما عمرك ما ديتيها فيا، ما عمرك ما فكرتي فيا. واش كيحسبك بالفلوس تقدر تعطيني كلشي؟ راك غلط. ما عندي ما ندير بالفلوس، ما نحتاجش ليهم. كنقلب على حاجه واحده، كنقلب على الحب، كنقلب على اللي يحس بيا، كنقلب على اللي يفهمني. ولكن هادشي ما بغيتيش تدخلو لدماغك. في الصحة الجامعية كيبان لي كديري خدمتك مزيان، خصك كله عاطيه الخدمة. واش عمرك حبيتي؟ عمرك حسيتي بيه ولا جربتي؟ ولا غير جاية وكتهضري؟ أنا ماشي هنا باش نحكم عليك ولا باش ندخلك في حياتك. أنا هنا باش نقلب على اللي قتل سي نفال. باش سمعتي شنو كتقول؟ راجلي عمرو ما خاني. كدابة كدابة. أنا فاهماك يا مدام نفال. هادشي دوزتي ماشي سهل. العلاقة ديال راجلك مع مدام فرطاس، الموت ديالو خطر عليك بزاف. ولكن عندي لك واحد السؤال، شنو كنتي كديري قبل تجوجي؟ فرم ليا. علاش؟ فرم ليا. فين؟ في كلينيك. كلينيك ديال مرض السكر؟ ايه. هي كتعرفي تعطي الانسولين لسينا فالي كان مريض بالسكر. شنو كتقصدي؟ مون كوميسار، اللي قتل سينا فالي هي مدام نفالي مراته. وفي سي حجامي شنو بغيتي تقولي؟ خلصتي صلاقت في المرصى باش يضربوه، واش حساب بينا هما اللي قتلوه؟ ضربتي له الانسولين مخلطه بالماء والسكر، ولكن انت اللي قتلتيه. انا اللي قتلته حيت كان كيخوني مع هذيك خيتي، حيت هي صغر مني كنت كتعطيه فلوس. انا اللي قتلته، ضيعت حياتي على قبله. كنت كلشي بالنسبه لي، كنت كنداويه. انا اللي قتلته، انا اللي قتلته، انا اللي قتلته، انا اللي قتلته، حيت هو خاني، بدلني بهذيك خيتي. ما نخليهش ليك، نخطلو ما نخليهش ليك، ما نخليهش ليك. قتلته، قتلته. you
اوفيسي حجامي ما فهمتش مدام فرطاس مع مسيو النفالي شنو بغينا من هاد الدنيا؟ كنا محتاجين الحب من الكوميسار بحال هاد المدينة محتاجين الحب مع الممالية. اوفيسي حجامي بون كوراج.